ومما يستحب للمحتضر أنه يستحب توجيهه للقبلة، وقد جاء في حديث عبيد بن عمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قبلتكم لما سئل عن الكعبة قال: هي قبلتكم أحياء وأمواتا. فإن المرأة إذا كان محتضرا في حال احتضاره فإنه يستحب أن يوجه إلى القبلة، ولكن المسألة المهمة كيف يكون توجيه المحتضر إلى القبلة. لأهل العلم في ذلك طريقتان، فمن أهل العلم من يقول إن توجيهه للقبلة يكون كتوجيه المصلي الذي يصلي راقدا للقبلة، فيستحب أن يكون على شقه الأيمن متجها إلى القبلة، ثم إن لم يمكن ذلك فإنه يكون على شقه الأيسر متجها بوجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن ذلك فإنه يكون على ظهره وتكون قدماه جهة القبلة. هذا هو القول الأول، واستدلوا على ذلك بالقياس على الصلاة، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وبينوا أن صفة الجنب أن يكون على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم مستلقيا على ظهره. ومن أهل العلم من قال إن التوجيه للقبلة إنما يكون صفة واحدة، بأن يكون الميت أو المحتضر على ظهره وأن توجه قدماه جهة القبلة ويكون رأسه عكس القبلة. قالوا: لأن هذا أرأف بحال المحتضر، أرأف بحال المحتضر وأيسر لحاله، فإنه ربما لو وضع على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر كان فيه تعابا له وكان فيه إضرارا به، ولذلك قالوا إنه يوضع على ظهره يكون توجيهه للقبلة بجعل قدميه إلى القبلة دون جنبيه. ولأهل العلم في هذا توجيهان، وكلاهما متجه ولا تعارض بذلك، وإنما النزاع بينهم في الأفضلية، هل هو على الجنب أم على الظهر، وأما في الصفة فقد اتفقوا عليها.